اللي خارجة من الهارت بنسميها arterial tube، وجزء من الفيسرال بيريكارديوم بيغلف الفينز اللي داخلة للهارت وبيسموها venous tube. ليش الكلام ده مهم؟ بس علشان أفهم sinuses، عشان أفهم يعني إيه sinuses of the heart. خلاص، إذا عندنا venous tube وarterial tube معمولة من الفيسرال بيريكارديوم. الarterial tube هتغلف مين؟ هتغلف الأسندينج أورطة والبولموناري ترونك. هتغلف الأسندينج أورطة أهو، هذا الأرش الأسندينج أورطة الجزء المقدام، والبولموناري ترونك اللي هو بينقسم ليمين ويسار، برانش يمين وبرانش يسار، right and left branches. إذا arterial tube will enclose the ascending aorta and pulmonary trunk، كلهم arteries. طيب والvenous tube حقة الفيسرال بيريكارديوم هتغلف مين؟ هتغلف superior vena cava من أهو من الأعلى، وهتغلف inferior vena cava، وهتغلف الأربع pulmonary veins، اثنين superior واثنين inferior، اثنين superior واثنين inferior، كل واحد من الرئة اليمين ومن الرئة اليسار. خلاص، إذن هذا الأرتيريال تيوب والفينس تيوب حقة الفيسرال بيريكارديوم اللي هي بنسميها الإبيكارديوم. إذن هذه خاصية خاصة فقط بالفيسرال بيريكارديوم، لأنه إحنا قلنا إنه الفيسرال بيريكارديوم في الصورة هذه لما نتكلمنا هنا، وقلنا إنه بيطلع أهو هذا الفيسرال بيريكارديوم بيطلع على على الروت أوف ذا جريت فيزل، سواء أرتيريال سواء فينس، وبيغلفها المسافة معينة كده، وبعدين بيروح مرتد عامل عملية الريفليكشن عشان يبطن الفايبرس بيريكارديوم، ويصير بينهم الاثنين دول، بين الفيسرال اللي مغطي القلب والروت أوف ذا بلاد فيزلز، وبين البرايتل اللي مبطن الفايبرس بيريكارديوم، حيصير بينهم بيريكارديال كافيتي فيلد وذ بيريكارديال فلويد. طيب الفيزلز دي في منها ارتيريال وفي منها فينز، في منها ارتيريال وفي منها فينس اهو. اذا الرجع الالتفاف هذا اللي بيلتفوا على الفيزلز هو ده اللي انا اقصد لك، لو غلف الفينز هيصير فينس تيوب، لو غلف الارتريس هيصير ارتيريال تيوب. ومين هي الفينس تيوب اللي هي مغلفه مين؟ قلنا مغلفه السوبيريو فينا كيفا، فتحه السوبيريو فينا كيفا، فتحه الانفيريو فينا كيفا، والاربع البلمونري فينز، والارتيريال تيوب اللي هي البلمونري ترانك مع الاسندينج اورتا. هذه الارتيريال تيوب، هذه الارتيريال تيوب. تعالوا نشوف هنا جزئيه مره مهمه اللي هو ايش يا ترى البلاد سبلاي. عرفنا الفانكشن اوف ذا بيريكارديوم، بس نبغى نعرف واتس ذا بلاد سبلاي، وات ذا فينس درينج، ايش النيرف سبلاي. بلاد سبلاي للبيريكارديوم بياخذ برانشز من انترنال ثوراسيك ارتري عن طريق البيريكارديوفرينيك والماسكيلوفرينيك ارتريز حقة الانترنال ثوراسيك. اوكي، فده يعتبر البلاد سبلاي فور ذا بيريكارديو فور ذا بيريكارديال ساك. طيب ايش البرانشز؟ كمان بياخد برانشز من الديسندينج ثوراسيك اورتا، برانشز فروم ديسندينج ثوراسيك اورتا، اذا دي برضو بتعطي للبيريكارديوم. الفينس بلاد اللي بيخرج من البيريكارديوم بيروح لفين؟ بيروح للازايجوس فين، هذا الفينس درينج. تعالوا نشوف النيرف سبلاي. بما انه انا عندي طبقتين في البيريكارديوم، طبقه فايبرس وطبقه فيسرال، فالاثنين حيكون النيرف سبلاي حقهم مختلف. مهم الكلام ده. الفايبرس بيريكارديوم اللي هي الطبقه الخارجيه مع البرايتال لاير اوف سيروس بيريكارديوم اللي بتبطن الفايبرس بيريكارديوم، هدول بياخدوا برانشز او نيرف سبلاي من الفرينيك نيرف. فاكرين الفرينيك نيرف اللي اتكلمنا عنه العام الماضي؟ قلنا هو النيرف سبلاي اوف ذا ديافرام، عضله الحجاب الحاجز، وكان عباره عن C3 و4 و5. الان هو اللي بيعطي الفايبرس بيريكارديوم وبيعطي البرايتال لاير اوف سيروس بيريكارديوم. معنى كده انه سورس اوف سوماتيك سنسيشن زي البين، زي البين from the parietal pericardium carried by phrenic. إذن أنا لما أشعر بألم في
في مثلا في القلب او شيء، حيكون بسبب انه حصل irritation في البرايتال بيريكارديوم. فلما يكون source of somatic sensation او البين من البرايتال بيريكارديوم، معنى كده انه البين sensation carried by phrenic nerve. For this reason, pain related to pericardial problem may be related to the supraclavicular region of shoulder. ليش supraclavicular region of shoulder؟ عشان احنا قلنا الفرينك ممكن يطلع من، هو اصلا branch من cervical plexus، اوكي، ومكان صدوره هناك، وقد يكون related للدرماتومز في هذه المنطقة. إذا الناس اللي بيكون عندهم ألم، بيكون chest pain مصدره القلب، chest pain مصدره القلب، تلاقي عندهم ألم في supraclavicular region of the shoulder. هذا أكتر شيء دللك إنه الألم هذا، source حق الألم ده غالبا هو القلب. طيب هذا بالنسبة للفايبرس بيريكارديوم والبرايتال layer of serous pericardium. طيب الفيسرال layer of serous pericardium، الفيسرال layer of serous pericardium is innervated by autonomic fibers. Autonomic fibers فدي اللي هي عبارة عن branches of sympathetic trunk and vagus nerve. عن طريق branches of sympathetic trunk and vagus nerve، هدول اللي بيعطوا الاوتونوميك نيرف سبلاي فور ذا فيسرال لير. ده انا مهم جدا اعرف انه في فرق في النيرف سبلاي بين البرايتر لير اوف سيروس بيريكارديوم اند فيسرال لير اوف سيروس بيريكارديوم. والبين سنسيشن از كاريد باي فرينيك نيرف، اوكي، يعني لما اجي افتح الفيسرال لير خلاص هنا ما في الم، الالم بسبب ايه؟ بسبب انه حصل اريتيشن للبرايتر لير وليس الفيسرال لير، اوكي. البرايتر لير هي اللي بيحصل لها ديستنشن، فبيحصل الالم بسبب ايه؟ البين كاريد باي فرينيك نيرف. الان حنتكلم عن يعني ايه، في مصطلحات كده، يعني ايه بيريكاردايتس؟ تسمعوا كثير كلمه بيريكاردايتس. كلمه بيريكاردايتس يعني انفلاميشن اوف بيريكارديوم، انفلاميشن في نفس البيريكارديوم. يعني ايش كونستريكتيف بيريكاردايتس؟ constrictive pericarditis، يمكن الزملاء في الميديسن حيديكم فكرة عن هذا الكلام، يعني abnormal thickening of pericardial sac. It can compress the heart leading to heart failure. يعني يا لطيف، يعني لما يكون pericardial sac في سماكة كبيرة جدا، اوكي، بسبب الالتهاب، فيقوم يضغط على القلب من الخارج، يعني القلب يبغى ينبسط وبغى يتمدد، يحصل عملية الكونتراكشن للفنتركلز والشامبرز، لكن هذا ضاغط عليه من برا، فدي بنسميها كونستريكتيف بيريكارديتس. طب يعني ايش بيريكارديال افيوجن؟ بيريكارديال افيوجن يعني اكسس فلويد في البيريكارديال كافيتي. احنا قلنا انه بيكون عندنا البيريكارديال كافيتي it is a slit like space of يعني سبيس صغير جدا، وبيكون فيه small amount of fluid. لكن لو هذا السبيس وسع، اللي هو ما بين السيروس والفيسرال لير اوف سيروس البرايتال والفيسرال لير اوف سيروس بيريكارديوم، لو وسع هذا السبيس معناته تعرف عندك اكسس فلويد. هل هذا دم؟ هل هذا ترشيح؟ هل هذا ايش بالضبط؟ بس ولا ايش اللي جاي حوالين القلب؟ فده يسموه بيريكارديال افيوجن، يعني اكسس فلويد ان بيريكارديال كافيتي. بيكوز فايبرس بيريكارديوم كانت اكسباند ايزلي، يعني دائما قلنا من مزايا او من الفانكشنز اوف فايبرس بيريكارديوم انه بيحد من عمليه الاكسبانشن اوف بليدنج مثلا. فالاكسس فلويد وذ بيريكارديال ساك كومبرس ذا هارت، يعني في حاله احنا قلنا الفايبرس بيريكارديوم ما يقدر يتمدد بسهوله الا اذا كان فيه لطيف، يعني تضخم كبير في القلب او نزيف شديد، فلانه فايبرس فما يتضخم. فالإكسس فلويد في داخل البيريكارديال ساك، لو كان في نزيف في داخل البيريكارديال ساك، هيعمل إيه؟ مدام ما هو قادر يتمدد على برا، يقوم يضغط على الهارت، يعمل كومبريشن للهارت، فدي بيسموها كاردياك تامبوناد. كاردياك تامبوناد يا لطيف خلاص، resulting in biventricular failure. يعني إيش biventricular failure؟ يعني اليمين واليسار حصل فيهم توقف، الاثنين verticals، right ventricle والleft ventricle، يسموها cardiac tamponade أو توقف القلب.
بعض الأحيان يمكن ينقذ المريض فيعمل removing fluid with a needle inserted into the pericardial sac can relieve the pain. طبعا ألم مبرح، ألم شديد جدا، فيقوم يدخلوا إبرة في البيريكارديال سبيس يسحبوا الدم الزيادة أو الفلويد الزيادة عشان ريليف البريشر اللي حاصل على الهارت. فدي بنسميها كارديوسينتيسيس، عملية سحب ال So pericardiosynthesis is aspiration of excess pericardial fluid using a needle. اللفظ هذا معنى كلمة pericardiosynthesis يعني الدكتور بيستعمل إبرة وبيدخل في البيريكارديال كافيتي عشان يسحب الإكسس فلويد so relieve the pain from the patient. هنوقف ألين هنا ونكمل الحتة دي pericardial sinuses أو pockets لأنه يبغى لها تخيل عالي جدا وفهم عالي عشان تفهم أنا إيش أقصد بالpericardial sinuses or pockets، فحنشوفها في الفيديو القادم بمشيئة الله. السلام عليكم. Thank you.